معنا عبر الهاتف من تطوان مدرب فريق المغرب التطواني عزيز العامري. سي عزيز مساء الخير. مساء الخير اخ الصحفي والاخوان ومتتبعين برنامج ميدي ان تي. سي عزيز كنا نتمنى ان نقوم يعني باستضافتك والفريق يحقق انجازا كبيرا في المونديال، لكنها احكام كره القدم وكل الفرق معرضه للهزيمه، لكن المغرب التطواني الذي سيطر على الكره الوطنيه في عهد الاحتراف وفاز بلقبين لم يكن في الموعد وقدم اداء لا يليق ببطل المغرب. سي عزيز هناك من يحملك مسؤوليه الهزيمه ويبني حكمه على الخيارات البشريه وعلى طريقه اللعب التي لا علاقه لها لما الفناه من فريق المتعه والتشويق فريق المغرب التطواني. وفعلا المقابله ما كانتش نفس المقابله اللي كنقوموا بها في 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 الارضيه ديال تطوان، لان اولا الملعب ما كانش لائق بتاتا، لان كان الرمل فيه وكان يعني العشب ماشي يعني كامل في الملعب، ربما الا لاحظتوا كانت القتال اللي كيقذف اللاعب الكره كطير الرمله من 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 الارض، فكان صعيب التحكم في اللعب ديالنا حنا ديال المغرب التطواني اللي هو مبني على التمريرات ويعني والحركه، يعني لا موبيليتي ولي زونشينمون ولا كاليتي ديال لاباس وهاد المسائل كلها ما كانش الانسان يقدر يديرها في ذاك الملعب. ولا سيما اننا حنا خذينا واحد طريقه اللعب وواحد ديسبوزيتيف تكتيك اللي كان هو عوض يكونوا عندنا اربعه ديال المدافعين، يعني حيدنا مدافع وزيدنا لاعب وسط الميدان هجومي، كان غادي يكون مثلا خضروف، كان خضروف ونعيم، واللاعبين ديال الاطراف كانوا لاعبين اللي هما مهاجمين، فمن الناحيه الدفاعيه كانت قويه، يعني كنا كندافعوا بواحد المجموعه كبيره، لكن كما قلت لك ان في التمريرات ديالنا والتحكم بشكل كبير في يعني في التمريرات بين اللاعبين كانت كتصعب علينا في ذاك الملعب.